بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نكمل الفصل الثاني في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة والأسرية بعنوان برامج الإرشاد النفسي. والآن إن شاء الله نتكلم على متطلبات البرنامج الإرشادي. طبعا يحتاج البرنامج الإرشادي في الأساس إلى مرشد نفسي ذو خبرة جيدة، ده أهم شيء. طبعا هنحدد الفنيات الإرشادية المستخدمة زي ما اتكلمنا عليها قبل كده، وأدوات البرنامج كمان، ومحتوى الجلسات الارشاديه، وده احنا حددناه في المخطط السابق. طيب زمن البرنامج، بالنسبه لزمن البرنامج عندنا عدد جلسات البرنامج تتراوح عاده بين 12 ل 20 جلسه. يعني البرنامج الارشادي في متوسطه بيكون من 12 ل 20 جلسه، والبعض يحددها مثلا 15 جلسه، البعض يقول ان لا تقل الجلسات عن 12 جلسه، والبعض يقول ان ممكن تزيد عن ذلك، سواء هذه الجلسات كانت فردية او جماعية، وتتغير وفقا لحدة المشكلة. طبعا عدد الجلسات ده بيعتمد على حدة المشكلة، هل المشكلة شديدة، هل المشكلة متوسطة، هل المشكلة بسيطة، وعلى اساس حدة المشكلة نحن بنضع عدد الجلسات. عدد الجلسات بيكون زي ما احنا قلنا من 12 ل 20 جلسة. طب زمن كل جلسة، بالنسبة للأطفال يفضل ألا تزيد مدة الجلسة عن 45 دقيقة. بالنسبة للأطفال في الإرشاد الفردي، لو احنا بنتكلم عن الإرشاد الفردي، ومن 60 ل 90 دقيقة في الإرشاد الجماعي، وتكون من 60 ل 90 دقيقة في الإرشاد الجماعي. يعني في الإرشاد الفردي لو احنا نقدم إرشاد فردي للأطفال تكون مدة الجلسة أو زمن الجلسة 45 دقيقة. أما في الإرشاد الجماعي لو في وسط مجموعة من الأطفال يكون من 60 ل 90 دقيقة. طيب مكان التنفيذ، يجب أن يتم تنفيذ البرنامج في غرفة الإرشاد النفسي على أن نتوفر فيها كل الشروط المناسبة. طبعا إضاءة، تهوية، تكون بعيدة عن الإزعاج، ما يعني في بعض الأحيان تكون سرية، والمقاعد تكون مقاعد مريحة. طيب لو اتكلمنا عن خطوات تنفيذ البرنامج، طبعا احنا عندنا اول مرحلة، لو اتكلمنا عن اي برنامج بتكون فيه مرحلة من مراحل البدء، ومرحلة من مرحلة العمل البناء، وبعدين مرحلة الانهاء. في مرحلة البدء خلالها بيتم التعارف ما بين المسترشد والمرشد النفسي، المسترشد اللي هو الحالة اللي عندنا والمرشد النفسي، يكون فيها حالة يعني تعارف وبناء علاقة إرشادية سوية أو علاقة إرشادية طيبة مع العميل أو مع المسترشد، وعادة تستغرق جلسة واحدة. يبقى مرحلة البدء بتكون عبارة عن جلسة واحدة. طبعا مرحلة العمل البناء تستغرق الجلسات الأولى منها في توضيح طبيعة المشكلة، نتكلم عن المشكلة في الجلسات الأولى، أسبابها وأثرها على فرض حاليا وفي المستقبل. وبعد ذلك بعد ما نتعرف على طبيعة المشكلة وأسبابها وذلك خلال الجلسات الأولى، يقوم المرشد النفسي بتحديد الأهداف الإجرائية المطلوب تحقيقها، بحيث تبدأ بأكثرها أهمية ثم التي تليها، وهكذا في مرحلة العمل البناء اللي بنسمى مرحلة التنفيذ اللي بننفذ فيها البرنامج اللي قمنا بإعداده. طب مرحلة الإنهاء، في مرحلة الإنهاء بقى احنا يعني بنتعرف على الأهداف وبنقف على الأهداف التي حققها البرنامج، ماذا حقق البرنامج، وتهيئة المسترشد أو المسترشدي إذا كانت جماعية لإنهاء البرنامج، وبنهيئ المسترشد إن احنا هننهي معاه البرنامج، وعادة ما يتم في الجلسات الأخيرة. كده احنا بنتكلم على مراحل وخطوات التنفيذ اللي هي مرحلة البدء، ومرحلة العمل البناء، ومرحلة الانهاء، ويأتي بعدها مرحلة المتابعة. وتتضمن هذه المرحلة الوقوف على مدى استمرار التحسن، هل ما زال في تحسن. يعني احنا بنتابع المسترشد بعد ما قدمنا له البرنامج، لا مش هنسيبه بقى، لا نتابعه. طيب هل في لسه استمرار للتحسن، وده نقطة مهمة، هل التحسن مستمر الذي تم بفعل البرنامج الإرشادي المستخدم، وذلك من خلال متابعة المسترشد في المواقف الحياتية المختلفة. طبعا في برامج بيستمر التحسن والتطور، تأثير البرنامج بيستمر بعد انتهاء البرنامج مع بعض الحالات، وفي بعض الحالات لا، بتعود لما سبق، وبنقدم لها برامج إرشادية مرة تانية مع التحسين والتطوير. طيب التقويم، تقويم البرنامج تتضمن عملية التقويم كل من تقييم الفاعلية
والتعديل، ويتم تقييم فعالية البرنامج من خلال المقارنة بين سلوك الحالة قبل وبعد البرنامج. هل قبل البرنامج هو كان حالته أسوأ، بعد البرنامج بقى أحسن؟ طيب نبحث هل البرنامج ده فعال أم غير فعال. إذا كان غير فعال طبعا إن احنا نعدل البرنامج وندخل بعض التعديلات المناسبة لجعل البرنامج أكثر فاعلية في المرات التالية. ممكن إن احنا نعدل في البرنامج في المرات التالية. طيب عندنا بعض الخصائص الخاصة بالأخصائي النفسي والمرشد النفسي وضعها الميثاق الأخلاقي للمشتغلين بعلم النفس في مصر سنة 1995. وهنا احنا هنركز على أخلاقيات التشخيص والعلاج، يعني ده المهم بقى بالنسبة لنا في موضوع البرنامج الإرشادي. ما هي أخلاقيات التشخيص والعلاج؟ طبعا يتقبل الأخصائي النفسي المسترشد كما هو دون إبداء نقد أو تعنيف أو انفعال عليه. يعني الأخصائي النفسي أو المرشد النفسي يتقبل المسترشد بدون ما ينقضه، بدون ما يكون له حكم مسبق عليه وهكذا. قبل العلاج يقوم الأخصائي النفسي بمناقشة المسترشد في طبيعة البرنامج، بنناقش المسترشد بنديله بعض المعلومات عن البرنامج. يجب الالتزام التام من جانب الأخصائي النفسي بجدول المواعيد الخاصة بالمسترشد. يعني لازم احنا قلنا أفعال وأقوال، جميل. يعني إذا كان هو حدد موعد مع المسترشد بميعاد لازم يفعل ذلك، يكون فعله في نفس المواعيد وهكذا. إذا كان الأخصائي النفسي المشارك في العلاج متدربا أو مساعدا تحت أشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذا يعاونه، فيجب اختيار المسترشد بهذه الحقائق. طبعا المسترشد لازم يعرف مين اللي بيقدم له الخدمات، هل هو معالج أساسي أم أحد يساعده وهكذا. يحصل الأخصائي النفسي على إخطار كتاب موافقة المسترشد على الإجراءات العلاجية، وإذا كان في مقابل مادي طبعا، إذا كان الموضوع في مؤسسة خاصة أو ذلك، فلازم يأخذ الأخصائي النفسي موافقة من ولي أمر الطفل أو الطالب أو ذوي الإعاقة.